هوشي منه يتيم وبطل أمة. هوشي منه، هل تذكرون هذا الاسم؟ إنه لم يغب منذ عهد طويل عن واجهة الصحف العالمية. منذ سنة 1924 تقريبا وحتى سنة 1969 ظل يحتل بين فترة وأخرى تلك الواجهة ويصبح حديث الناس. هذا الرجل قاتل ثلاث قوى كبرى من أعتى القوى الاستعمارية الشرسة التي عرفها العالم الحديث، وانتصر عليها، حرر بلاده منها، اليابان في الحرب العالمية الثانية، وفرنسا القديمة الاحتلال لبلاده، والولايات المتحدة آخر الغزاة المهزومين. هو تشي مينه هو زعيم الفيتنام حوالي 30 سنة، وكان رئيس الفيتنام الشمالية من 1945 حتى وفاته سنة 1969. حتى أعداؤه يعترفون بأنه أبرز أبطال الحركات التي قضت على الاستعمار بعد الحرب العالمية الثانية، ومن أبرز رجال القرن العشرين أثرا وشأنا. وهو شيء منه ليس باسمه، إنه لقب. هو ابن مدرس قروي اسمه جوين سينه هوي. ولد في قرية بضواحي هوانغ إحدى مقاطعات فيتنام الشمالية وسمي هو. كان ذلك سنة 1890 يوم كانت تلك البلاد مستعمرة لفرنسا وتسمى بالهند الصينية. وفقد هذا الطفل أمه وهو في العاشرة بعد أن كان أبوه قد هجرهما قبل ذلك، فحرمه الاثنين، وزادت بذلك طفولته البائسة بؤسا ومذلة. ومع ذلك استطاع الفتى وهو في 14 أن يلتحق بمدرسة لدراسة القواعد في هو، ثم قبل معلما في بلدة فانتييت، ثم التحق بمعهد تقني في سايغون، وكان في 21 من العمر حين قبل تحت اسم با طاهيا في باخرة فرنسية. وعلى ظهر هذه الباخرة وعلى مدى 3 سنوات زار الموانئ العديدة من أفريقيا وأوروبا إلى بوسطن إلى الشرق الأقصى، وترك دنيا البحر مع احتدام الحرب العالمية الأولى. فقضى 2 سنين في لندن لينتقل بعدها إلى فرنسا سنة 1917، والحرب ما تزال في أوجها. لكن بعد أن قرأ الكثير واكتملت ثقافته السياسية الثورية، الطفل اليتيم الذليل كان قد نضج، وشيئا فشيئا كان قد ألبس مشكلته الخاصة لمشكلة بلاده وأذابها فيها، حتى حلت قضية بلاده في ذاته محل قضيته الخاصة، أو توحدتا وأصبحتا مشكلة واحدة. كلاهما كان يتيما دون أب حان قائد، وكلاهما كان مستذلا محتلا. وفيما اتسعت قضية الشاب لتصبح قضية البلاد كلها، تضاءلت قضيته الذاتية حتى لم تعد سوى ذرة في القضية الكبرى. ولم يتزوج أبدا لأنه تزوج القضية. وتمرس خلال السنوات 6 التي قضاها في فرنسا بالنضال السياسي، اختار الاشتراكية وتسمى باسم هو الوطني جوين آي كوك. وكانت بادرته النضالية الأولى أنه تقدم إلى مؤتمر الصلح المنعقد سنة 1919 في باريس لتصفية الحرب العالمية الأولى بمذكرة تطالب بمنح المواطنين في الهند الصينية الحقوق نفسها الممنوحة للمستعمرين الفرنسيين هناك. كانت هذه أول معركة. لم تحظى المذكرة طبعا بالتفات، ولم تحظى بجواب من مهندسي ما بعد الحرب، كانوا مشغولين عنها بتقاسم الغنائم. لكنه تابع نضاله متأثرا بموقف الثورة البلشفية في روسيا من الاستعمار ونضالها ضده، وأخذ يهاجم في جريدة أنشأها في باريس اسمها لاباريا، أي خارج الطبقات، شياطين الاستعمارين الإنجليزي والفرنسي. وذهب إلى موسكو لدى موت لينين، واشترك في مؤتمر الحركة الدولية الأولى الكومنتيرن، وانتقد الحزب الشيوعي الفرنسي على تخاذله في دعم حركة التحرر في المستعمرات، وخرج برأي حول أهمية الدور الثوري للفلاحين، جعله من أقطاب الفكر السياسي. في أواخر سنة 1924 وتحت اسم لي ثوي ذهب إلى كانتون في الصين
وأسس الحلقات الأولى للحركات الفيتنامية الوطنية التي عرفت باسم تان نين، وهي الحركة الثورية التي ضمت الهاربين الفيتناميين من الاستعمار الفرنسي لأسباب سياسية. كان الهدف أن يسهموا في القتال ضده، وصارت كانتون بذلك مهد الحركة حتى طردها تشان كاي تشيك منها، وتنقله بين موسكو وبروكسل وباريس وسيام تايلاند وهونغ كونغ ممثلا للكومنتيرن في جنوب شرقي آسيا. ومع التشرذم الذي أصاب جماعته، فإنه كان أشبه بالحكم بين الفصائل المتناحرة. وقد تواقت ظهور هذه الجماعات مع قيام اضطرابات عديدة في الهند الصينية، فاتخذتها الإدارة الفرنسية حجة لسحق الحركة بأقصى العنف وبالقمع الوحشي. هوشي نفسه حكم غيابيا بالإعدام بحجة أنه ثوري، ولاحقه الفرنسيون إلى هونغ كونغ وأخذوا الإذن من السلطات الإنجليزية في القبض عليه لولا أن استطاع الهرب. بعد سنوات زار الصين وقضى أشهرا لدى ماو تسي تونغ يبحثان ويخططان، وكان ماو ما يزال يوم ذاك زعيما ثائرا. حوالي تلك الفترة اتخذه لقب هو شيمين، وتعني هو الذي يهدي وينير السبيل، ينير. وقامت الحرب العالمية الثانية، وهزمت فرنسا في الحرب أمام قوى المحور سنة 1940، فجاءته الفرصة الذهبية، واجتاز مع مساعديه الجنرال جياب وفان دونغ الحدود، ومعهم 5 من المتطوعين أوائل سنة 1941 ليؤسسوا العصبة لاستقلال فيتنام. لكن العصبة اضطرت إلى طلب المعونة من الصين، فقبض تشان كاي تشيك على هوشي منه وسجنه. وقبل أن يطلق سراحه بتوسط من بعض الأصدقاء بعد 18 شهرا من السجن، كان هو قد كتب مذكرات من السجن، وهي مجموعة قصائد ملأة بالسوداوية وبالدعوة للثورة. حين أشرفت الحرب على نهايتها، جاء موعد هوشي منه مع المرحلة الكبرى والأصعب من حياته مع مكافحة القوى الاستعمارية العظمى. كانت الظروف قد تعاونت فمهدت له الطريق. كانت اليابان بعد أن هزمت فرنسا على أرضها قد احتلت الهند الصينية، واعتقلت أو أعدمت الضباط الفرنسيين جميعا، ولكن إلقاء القنبلة الذرية على هيروشيما عاد فشل الآلة الحربية اليابانية العاملة في جنوب شرق آسيا كلها، وهزمت اليابان. وهكذا انزاح من طريق هوشي العدوان المحتلان الفرنسيون واليابانيون، فانتهز الفرصة واتصل بالقوى الأمريكية وبدأ حرب العصابات ضد اليابانيين في الجبال، فيما كان الجنرال جياب تحت قيادته يكتسح القوى اليابانية المهزومة ويتجه بالقوى الفيتنامية إلى هانوي العاصمة. ودخل هوشي من هانوي وأعلن منها استقلال فيتنام، مستخدما العبارات نفسها التي أعلن فيها واشنطن الاستقلال الأمريكي: كل الناس متساوون، وقد أعطانا الخالق الحقوق المقدسة، الحياة والحرية والسعادة. لم يعجب ذلك فرنسا المتمسكة بإمبراطوريتها، وأرسلت الفرق العسكرية إلى الهند الصينية، ورفضت المفاوضة على الاستقلال، وأعلنت الفيتنام دولة ضمن الاتحاد الفرنسي. ودخل الجنرال لوكليرك هانوي منتصرا. عبثا فاوض هوشي منه الفرنسيين في باريس، كانوا مصممين على رد الاستقلال بالقوة، وقاموا بمذبحة في هايفونغ قتل بها 6,000 فيتنامي سنة 1946، وكان القتال هو السبيل الوحيد. ومن قواعده في الشمال بدأ هوشي منه الحرب التي انتهت سنة 1954 بسقوط معقل ديام بيان فو في مايو سنة 1954، وباستسلام القوى الفرنسية، وقسمت فيتنام إلى قسمين مستقلين. في سنة 1959 بدأ حربه لتوحيد فيتنام. كان يعرف أن خصمه في فيتنام الجنوبية لم يكن المواطنين أنفسهم، ولكن الولايات المتحدة التي ورثت الاستعمار الفرنسي في البلاد واتخذت فيها القواعد. وكانت الحرب مريرة مريرة بقدر شراسة العدو الأمريكي، كما كانت المفاوضات بعدها مريرة مريرة. ولكن هوشي منه لم يشهد نهاية توحيد بلاده.
حين كان النصر على الأبواب مات العم هو كما كانوا يدعونه، مات سنة 1969. وفي وصيته كان يدعو الفيتناميين بأولاد أخيه. ألم نقل إنه وحد قضيته الشخصية مع قضية بلاده؟